انت زرعها لمدة 20 عام ليتزوجها. قصة زواج عجيبة بين محمد وفيق وقوصر العسال حتى دفن بجوارها. لمع في كثير من الأعمال التلفزيونية العالقة في أذهان المشاهدين، منها رأفت الهجان وبوابة الحلواني، وارتبط في أذهاننا بصوته الرخيم المميز عندما كان يلقي قصائد نزار قباني وفاروق جويدة في برنامجه الشهير أوتار الليل. هو الفنان محمد وفي سندباد التلفزيون. ولد محمد وفي في 24 سبتمبر عام 1947 بمدينة الأسكندرية، وعقب حصوله على شهادة الثانوية العامة انضم إلى المعهد العالي للفنون المسرحية، وكان زملائه في الدراسة الفنان نور الشريف ومجدي وهبة وعبد العزيز مخيون. بدأ وفيق حياته الفنية أثناء دراسته بالمعهد، حينما انضم إلى فرقة مسرح التلفزيون. وتردد أن المخرج الكبير يوسف شاهين شاهده أثناء أداء دوره في تلك المسرحية فأعجب به، وقرر إسناد دور البطولة له في أحد مشاريعه، ولكن لسوء الحظ لم يتم تنفيذ المشروع. كانت بدايته الحقيقية في التلفزيون عام 1968 بمسلسل الفلاح، وتلاها في نفس العام تقديمه لدور صغير في فيلم الرجل الذي فقد ظله. إلا أن بداية نجوميته الحقيقية جاءت من مسلسل هروب عام 1976، وبعدها اختاره مصطفى العقاد لأداء شخصية عمرو ابن العاص في فيلمه الملحمي الرسالة في نفس العام. ساعدته ملامحه وصوته المميز على أداء الأدوار التاريخية باقتدار، فقدم مسلسلات مثل ليلة سقوط غرناطة ومحمد رسول الله إلى العالم. دائما ما كان يرفض وفيق لقب نجم الشباك، لذا لم يكن حظه من السينما وفيرا مثل التلفزيون، وقدم فيها عددا من الأفلام وهم لا شيء يهم وجواز على الهواء. في تلك الرحلة الفنية الطويلة التي دمر حوالي 146 عمل فني، كان لوفيق علامات مضيئة أكثر من غيرها. قدم دورا يستحق التقدير في مسلسل بوابة الحلواني، عندما قدم شخصية الخديوي إسماعيل المليئة بالتناقضات والثرية دراميا. تزوج محمد وفيق من كوثر العسال، وفي الحقيقة قصة هذا الزواج عجيبة، فانتظرها 20 عام ليتزوجها. كانت كوثر العسال ابنة خالة الفنان الراحل محمد وفيق، كما أن عائلتها تعيش أمام منزل عائلته. إلا أن القدر فرق بينهما بعد أن تزوجت من عبد المنعم إبراهيم. يقول وفيق عن تلك الفترة: كنا أصحاب قوي طول عمرنا، قرايب وساكنين جنب بعض، وبعدين فرقت بينا الأيام. اعترف الفنان محمد وفيق خلال برنامج عقد النجوم أنه كان خجولا، وهو ما كان يدفعه لعدم التصريح بحبه للطرف الآخر. لتتجه كوثر إلى عبد المنعم إبراهيم كزوجة رابعة له، وتعيش معه 20 عاما حتى وفاته.
رغم العمر الطويل الذي قضته كوثر مع عبد المنعم إبراهيم إلا أن وافقت دون تردد على الزواج من محمد وفي. في نهاية الثمانينات عقب عرضه الأمر عليها ليحقق ما تمناه بعد عقدين من الزمان، واستمر الحب بين كوثر ووفي بعد الزواج، ورغم أنه معروف داخل الوسط الفني بشدته وجديته، لكنها كانت الوحيدة التي استطاعت أن تجعله يعبر عن مشاعره. كانت كوثر تقلق بشدة على زوجها محمد وفي، وهو ما يتضح من بعض المواقف التي سردها. ساعات لما باكل أكلة تقيلة في الظهر وبحب أنام، كوثر بتأنبني إنه ما يصحش إن أنام بعد الأكل، مشيرا إلى أنها كانت تخشى عليه من تناول الأطعمة التي تضر صحيا، ما يجبره في كثير من الأحيان على تناول بعض الوجبات دون أن تعرف. دائما ما تصاب كوثر العسال بالمرض في حالة تعرضها لحالة حزن، خاصة فيما يتعلق بزوجها محمد وفي. قال بخاف ازعلها لما بتزعل بتاعي فبخاف ازعلها، كما انها كانت لا تخشى لما بزور لها وببصلها كده ولا بيهمها. اعتبر وفي ان سبب نجاح علاقتهما هو الثقة، وقال في هذا الشأن انا وكوثر ملناش غير بعض، يعني هي ملهاش غيري وانا ماليش غيرها، احنا مالين حياتنا ببعض. ورغم ذلك لم يكن لهم ابناء. وفاء محمد وفي لكوثر العسال دام بعد ان توفيت بلجوءه إلى التبرع بمجوهراتها إلى مستشفى سرطان الأطفال 57357، ثم تبرع بشقة المهندسين والتي عاش فيها بجوار زوجته وبالأساس إلى بعض الشباب المقبل على الزواج. وكان محمد وفي في جنازتها 2003 في حالة انهيار تام وبكاء شديد. كوثر العسال ممثلة ولدت عام 1939 وبدأت العمل الفني في منتصف الستينات، وقدمت العديد من الأفلام منذ ذلك الحين وحتى اعتزالها في عام 1996. ومن أعمالها نحن لا نزرع الشوك وأنف وثلاثة عيون وحفي على جسر الذهب. توفيت عن عمر ناهز 74 عام بعد صراع مع المرض في 30 سبتمبر عام 2013. حرص وفيق على أن يجاور زوجته بعد وفاتها بعد أن عاش سويا في حياتهما، والذي اكتشف أن وفيق في آخر أيامه كتب لسمر وإسلام سكرتيره وثائقه على الورق مكان مفاتيح المدفن الخاص به والذي سبقته إليه قوسا ليلحق بها في مارس 2015. فركت روح الفنان محمد وفي الحياة وصعدت لرب السماء في 14 مارس عام 2015. بعد مضاعفات جراء عملية قلب مفتوح أجريت له في مستشفى دار الفؤاد، تاركا خلفه مسيرة فنية حافلة.